إذن يسوع هيبقى الحد بتاع المولود أعمى، وبالمناسبة ديت الكنيسة مرتبة القرايات على الاستنارة كيف يستنير الإنسان. لو انتوا تخيلتوا الراجل المولود أعمى ده عمره ما شاف النور، غلبان، ما تمتعش، النظر ده متعة، الشمس، يشوف الشمس، يشوف الأشجار، يشوف الناس، يشوف سكته، يقدر ان هو يحيا ببساطة. طبعا اللي فيه كتير ناس فقدوا بصرهم، لكن البصيرة موجودة وربنا بيديهم نعم كثيرة تعوضهم البصيرة اللي فقدوها. لكن العمل الأخطر هو ايه؟ عمل قلب انسان يبقى أعمى بعيد عنكم، يبقى مش شايف في سكته، بيلخبط. النور حلو، في آية كده في سفر الجامعة بيقول النور حلو وحسن للعينين انها تنظر الشمس وتشوف السكة بتاعتها، لكن الضلمة وحشة، الذي يمشي في الظلام هيتعثر 100%، ومش يتعثر وبس، لا ده هيتعثر وكمان هيهلك. ليه بقى؟ لأن لما ترجعوا للضربة بتاعت أرض مصر لأيام فرعون، لما ربنا ضرب المصريين بضربة الظلام، قعد 3 أيام الدنيا ظلمة نهائيا. سفر الحكمة، لو انتوا رجعتوا كده في سفر الحكمة وقريتم عن الضربة ديت، يقول ان هم كانوا قاعدين في الظلمة مش مميزين اي بصيص من الضوء، مفيش اي نور يقدروا ينوروه، ولا شمعة ولا نور ولا أي حاجة، ضربة ظلام مميت. وهذه الظلمة ثبت لهم رعب وهم قاعدين، لدرجة أن صوت ورقة شجر الريح بيحركها تخليهم في رعب رهيب، ومش قادرين الواحد يقوم عشان يشوف أكله، يشوف ظروفه، يشوف حاله، مش قادر يتحرك، سجن. فالظلمة هنا سجن، وسجن مقضي عليه ان هو ما يحييش. ودي الظلمة بعد عنكم، اللي تخوف، اللي هتبقى بعد عنكم في الابدية للاشرار، يسموها الظلمة الايه؟ الخارجية، حيث البكاء وصرير الاسنان. ظلمة لدرجة انها تفقد الحياة معها، الانسان بعد عنكم ما يقدرش يحيا في هذه الظلمة. مش زي الظلمة البسيطة ان الواحد شايف كده اي حاجة نور كده يقدر يسترشد بيها، او انه حافظ الاماكن يقدر يتحرك، او لا، دي ظلمة بعد عنكم، ظلمة موت. عشان كده القبر مظلم دايما، القبر ايه؟ مظلم، فيه شبابيك، يا دوبك حتى الفتحة بتاعته صغيرة، رمز للموت. فاذا هذه الظلمة ظلمة صعبة قوي، الله مش عايزنا نعيش في الظلمة ديت، يعني مش عايزنا نعيش في الموت. فيقول لنا في المزمور اللي تقراه، تقدموا إليه واستنيروا وجوهكم لا تخزى. تقدموا إليه، في نور؟ في نور. ايه النور؟ النور الحقيقي هو واحد بس، اللي هو مين؟ اللي هو المسيح، اللي هو المجد، ده النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان آتي للعالم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الانسان من غير المسيح حياته ما تسويش اي حاجة، ويبقى السقط اللي ايه؟ السقط احسن منه، السقط اللي أمه ولدته سقط وما جاش الدنيا أحسن منه، ويبقى حياته دمار وهلاك لأنه بعيد عن المسيح. لكن المسيح ينير لكل إنسان آتي للعالم، النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان آتي للعالم. في العالم كان، والعالم به كون، الحياة به، العالم به كون، والعالم لم يعرفه، العالم مش عايز يعرفه. ليه العالم مش عايز يعرف المسيح؟ لأنه عايز يعيش في الظلمة. الظلمة تساوي الشر، الظلمة تساوي الحقد، الظلمة تساوي النجاسة، الظلمة تساوي الموت، الظلمة تساوي المكر. طب والنور؟ يساوي الحب، الفرح، السلام،
النور يساوي الحياة والسعادة، والظلمة تساوي الكآبة، والضجر والسأم، والحياة التي لا معنى لها. فالناس ما أحبوش النور، لكن أحبوا الظلمة، أحبوا الخطية، أحبوا الشر. وعشان كده المسيح جه وما شافوهوش، وزي ما الإنجيل بيقول لنا هذه الدينونة، أن النور قد جاء للعالم والعالم ما قبلوش. إيه هو الدينونة هتيجي ليه؟ يقول ويعلمنا كده في الإنجيل اللي تقرا النهاردة في باكر، يقول لنا إيه؟ يقول من يؤمن به لا يدان، ومن لا يؤمن به فقد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، أن النور قد جاء للعالم، وأحب الناس الظلمة أكثر منين؟ من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. يعني هم عايزين يعيشوا في نجاسة، بس لو جم للمسيح هيكشفهم المسيح، هيبين إن دي نجاسة وده شر، والسكة الحلوة أهيت. لا، هم مش عايزين السكة الحلوة، فيعملوا إيه؟ يفضلوا بعاد عن المسيح. ليه؟ لأنهم عايشين بذواتهم، الذات والكبرياء اللي فيهم والنجاسة اللي فيهم. جت منين ده كله؟ جت من الشيطان والبعد عن الله. بقوا مليانين أعمال شر، ومش عايزين يقبلوا النور، وعشان كده هيهلكوا، عشان كده هلكوا. فيقول لنا قاعدة كده جميلة، القاعدة دي لو خدنا بالنا منها، يقول إيه؟ أحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل الشر يبغض النور ولا يأتي للنور، لألا تظهر أعماله، لألا توبخ أعماله لأنها شريرة. هم متكبرين والمسيح متضع. لو جم للمسيح المتضع هيبان كبرياءهم. المسيح بيتعامل مع الخطاة، مع العشرين، مع الناس كلها، بيحب الكل. هم لا، برج عالي، فحسوا ان المسيح كشفهم، يقولوا بقى ويقولوا له نعمل زيك، ولا يقولوا انت صح، ولا يفضلوا هم في كبرياءهم ويحكموا عليه. فحكموا عليه، احبوا الظلمة اكثر من النور. هم غشاشين وهو صادق ومحب، بيسعوا من اجل تجارة انهم يحصلوا فلوس من الناس، ما يهمهمش لا الدين ولا غيره. فبالتالي مش عايزين يقربوا من المسيح لألا ايه؟ يكشف اعمالهم. اللي بيحب النور هو عايز يعيش في الصح، عشان كده حبيب النور يقول له اجيلك يا رب، نورني يا رب، انا متضايق يا رب من الحقد اللي جوايا ساعات، والغيرة اللي جوايا بتبقى على حد، مش عايز الحقد ده، ولا عايز الغيرة ديت، ولا عايز احسد غيري. أقرب منك يا رب، تنورني أنت يا رب، وخليني أحب النور، خليني يا رب أحب النور، خليني يا رب قلبي ينطلق كده، أحب الناس كلها وأفرح بالكل يا ربي. عايز أحب الطهارة، قرب من المسيح. لو بتحب النور يبقى أنت عايز تسلك في الحق، ولو بتكره النور تبقى أنت إيه؟ تبقى أنت عايز تسلك في الشر. ببساطة كده، ببساطة. عشان كده ساعات تقول لي ناس على الكنيسة، لك لا لا لا، أصل الكنيسة اللي فيها وحشين، أصل الكنيسة مش عارف فيها إيه، أصل أنا ما بقدرش أصحى بدري، أصل عندي أكل عيش، أصل عندي شغل. يتحجج بحجج كتيرة، مش عايز يقرب. تقرأ الإنجيل، لا لا، أصل الإنجيل مش عارف إيه، أنا عايز أسألك، مش عارف مين سألني سؤال على الإنجيل في إيه إيه إيه، بيقولوا إيه على النت. يا حبيبي بنقول لك تعال للمسيح فيضيء لك المسيح، تعال عشان المسيح يديك قلب جديد طاهر نقي بيحب، يديك عينين تشوف الخير وتفرح بالخير. لا، هو مش عايز الخير، هو عايز يسلك بالذات والأنانية والكبرياء ودماغه، عشان كده بيبعد عن النور. يبقى القاعدة الأساسية اللي احنا بنقولها النهاردة، ويريد دي قاعدة نحطها قصاد عينينا، يقول ان ايه؟ لأن كل من يعمل الشر يبغض الإيه؟ دي القاعدة الأساسية، هيبغض النور ولا يأتي إلى النور، لألا توبخ أعماله، لألا إيه؟ توبخ أعماله، لأنها شريرة.
أما من يعمل الحق، اللي بيحب الخير، اللي بيحب السلام، اللي بيحب الطهارة، اللي بيحب الأمانة، اللي بيحب الصدق وعايز يعيش في الصدق، اللي بيحب العطاء ان يعطي ويفرح الناس، ده هيعمل ايه؟ هيجي للمسيح يقول له رب ايه؟ نورني يا رب اكتر واكتر يا ربي، نورني اكتر. فاللي بيحب الخير يقول واما من ايه يعمل الحق فيقبل الى النور لكي تظهر اعماله انها بالله معمول. يعني ايه تظهر اعماله انها بالله معمول؟ يعني يلاقي ان اعماله متفقه مع المسيح ووصيه المسيح فيفرح، يقول المسيح قال لي كده وانا هعمل كده، ويعمل الاعمال وهو فرحان. اذن محدش يقدر يعمل اعمال حلوه غير اذا قرب من مين؟ من المسيح. طب قولي ده في ناس بيعملوا اعمال كتيره، نيات من جوه شكلها ايه؟ البعض يعمل اعمال لكن معرفش نيته شكلها ايه. مين يطهر النية من جوه والضمير من جوه ويحببني في ربنا من جوه، يحببني في المسيح بحيث ابقى احبه وابقى زيه؟ عشان كده يقول لنا آية في أشعياء، يقول لنا في أشعياء 29: ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب. يكتموا رأيهم، مش عايزين ربنا فيكتموا، يبعد يهرب. فاكرين يونان لما هرب في سفينة شرشيس؟ ليه يونان كده؟ أصله هو مش عايز يواجه ربنا فهرب، ومصمم على رأيه هو فهربان. فتصير أعمالهم في الظلمة عشان يبقى كأن ما حدش شايفه، لكن مش مدرك إن الله شايف أعماله كلها. فقول ويقولون من يبصرنا ومن يعرفنا، من يبصرنا ومن يعرفنا. فإذا كل ما أقرب من المسيح كل ما أكتسب نور. حتة جميلة جدا في الصلاة بنقولها في صلاة باكر، نقول عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي فلتشرق فينا حواس مضيئة وأفكار نورانية. حواس مضيئة، حواسي تضيء، أشوف حاجات حلوة. الناس اللي بتمشي في الشر ما بتشوفش غير حاجات وحشة، تلاقيه كئيب يا عيني، يشوف الحاجات الوحشة فقط لا غير، ما بيشوفش خير، لأنه بعيد عنكم بعيد عن المسيح. لكن المسيح يضيء ويشرق، قم أيها النائم فيضيء لك المسيح. لو أنا قمت من خطيتي وقلت له يا رب عايز أعيش معك بقى، رب كفاية بقى وجيله هينورني. المسيح ينير ظلمتنا، ادانا المعمودية. المعمودية دي ولادة جديدة وحياة جديدة، فكر تاني سماوي. العالم كل حاجة انت بتعملها العالم يشوفها بمنظر تاني، يشوف المحبة ضعف ويشوف الاتضاع، يقول لك ده انت كده الناس هتبهدلك وازاي وازاي وازاي. لكن المسيح يشوف في المحبة راحة ونعمة وبركة في البيت. العالم يقول لك افتري على زوجتك ويقول للزوجة نغصي عشته لازم انت اللي تسودي وهكذا، وتبقى البيت غم ونكد. ده العالم، الذات، مين يغلب؟ اتنين بيتخانقوا مع بعض في البيت، اتنين طول النهار همهم كل واحد يثبت ذاته. والمسيح يقول لي ايه؟ حبها كما احب المسيح الكنيسة واسلم نفسه من اجلها. ويقول للزوجة اخضعي له وحبيه وهبيه ودي له كرامته هيكون احسن. بس مين يثق ان النور حلو وان النور هيمشي بيا في سكة حلوة؟ اعمال الظلمة وحشة، اعمال الظلمة وحشة. اللي بيتصرف عايز بالتسلط يعيش وكل اموره بالتسلط مش بالحب هيخسر. مش بتسمعوا على الثورات اللي بيعملوها حتى على الملوك والرؤساء؟ وعلى برضو في البيوت بيحصل ثورات بعد شوية. أب يعمل نفسه أسد طول النهار، يلطش في الزوجة وفي الأولاد وفي دوت وفي دوت، لا عايز يفهم ولا عايز يحضن ولا عايز يطبطب. بعد شوية يحصل ايه؟ أول ما يكبر العيل في سن المراهقة هتدي ينفضك ويطردك ويتعامل معك معاملة وحشة. ليه كده؟
أصل أنت تسلطت. المسيح أحب العالم كله والعالم كله أحبه. ليه؟ لأنه بالحب اتعامل. قال الرؤساء والسلاطين بيتحكموا في العالم بالتسلط، دي أعمال ظلمة، السلطان والسحق. الإنسان يكون متسلط ويسحق اللي قصاده ده أعمال ظلمة، لكن ما يكونش انتوا فيكوا الفكر ده اللي فيكوا كبير، يكون يأسر قلوب الآخرين بالحب وبالاتضاع، بالحب والاتضاع. لا يكون فيكم هذا الفكر. أعمال الظلمة واضحة، أعمال ظلمة، أفكار المظلمة اللي تخلي الإنسان والمشاعر الوحشة الكئيبة تنعكس على حياة الإنسان، تخلي حياته كلها تبقى ظلام ويتعب كتير قوي 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 لأنه ماشي في الظلمة. عشان كده فكر المسيح ده هو الفكر النور. قلب المسيح ومشاعر المسيح هي دي النور اللي لما تقرب منه تكتسبها وتاخدها. اداك المعمودية واداك الروح القدس اللي ينير ظلمتك. لما بتصلي بتهدى وبتعرف السكة وبتعرف الطريق. مش المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، من آمن بي ليأمن بي، يمشي معاه في السكة هو الطريق. عشان كده ياريت احنا ندور على النور، اجري على النور، قل له نير حياة يا ربي. الظلمة وحشة، ياما ظلمات، ناس تسيب بيوتها ما تتنيش بيه وتدور على حاجات برة. يقول حفروا لأنفسهم أبارا أبارا مشققة لتضبط ماء، ما يهتمش ما يرعاش. دلوقتي الناس في أنانيتها ممكن تقعد تدور على نفسها، تعمل لها دنيا افتراضية زي ما بيقولوا كده، دنيا افتراضية في النت ومش عارف في ايه وتشاتينج وكلام كتير خالص خالص. ما احنا مش بنقول ان الوسائل الحديثة دي وحشة في ذاتها، لكن وحشة فين؟ في الدنيا اللي انا بعملها لنفسي، اعزل نفسي عن بيتي وعن ولادي وعن اسرتي وعن كل شيء، وابقى في دنيا تانية خالص، دنيا تانية خالص. الانسان يعيش بعيد عنكم، معتزل بذاته ويفضل بعيد عنكم، وبعد شوية ما لقيش حد جنبه، لقيش حد جنبه ويلاقي تحكمت فيه الحاجات دي كلها، تتحكم فيه، تتعبه جدا، تتحكم فيه الدنيا الافتراضية اللي هو افترضها وعاشها ديت وتتعبه جدا. النور فين؟ ما أجمل انك تقف، وان انت تقف قدام المسيح تحبه، تستعذب حبه، يفيد عليك بحب ويفيد عليك بمشاعر حلوة تخليك تخرج للعالم تحب العالم كله، اخواتك وغير اخواتك واللي من دينك واللي مش من دينك، تحب الكل، تبقى خير، تبقى ايه؟ تبقى نعمة. العذراء ام النور اسمها ام النور. اسمها ايه ده؟ ليه ام النور؟ قربت من نور وولدت لنا النور الحقيقي، لدرجة ان النور الحقيقي استريح فيها وقال ان يولد من هذه العذراء العفيفة ام النور. نور العذراء بسيطة لكن محبة، بسيطة لكن محبة، محبة للكل. خدمتها لأليصابات، خدمتها ليوسف النجار، صمتها، هدوءها، عدم اتهامها لحد، عدم كلامها الكتير على اي حد. سمعناش عنها كلام كتير. ساعات ناس تبقى تكتف كده، عايز يحكي وعايز يتكلم وعايز يظهر ذاته، فاضي من جوه، فاضي من جوه، ما وروش غير انه يفتخر ويتعظم وايه ويصير غيره. العذراء كانت غير كده، كانت صامته، صامته لكن من جوه مليانه كلام مع ربنا، فيها حواس مضيئه وفيها نعم. مصباح منير، مصباح منير، العذراء من النور مصباح منير لأنها أم النور الحقيقي. كل اللي ينتسب للنور يبقى نور زيه، عشان كده يقول لنا أنتم أبناء النور، كنتم ظلمة وبقيتوا نور. تلاقي حد كده نور كده في الشغل، ساعات ناس يشوفوا واحد كده ابن ربنا يقول لك الجدع ده عجيب، جدع ده عجيب كده، محبوب من الكل، أمين في شغله، محترم، قد يكون مضطهد لكن لكن في النور. اصل ما فيش نور يتحط تحت المكيال. زمان كانوا بيجيبوا اللمض يعلقوها فوانيس والمصابيح والكلوبات،
يتحط فين النور؟ فوق، لازم هيبقى فوق، حتى لو في الأول اضطهدوه لكن بعد كده هينور ويبقى فوق. يوسف الصديق كان نور، يوسف اتحط فوق، دانيال في مملكة بابل كان نور. انت نور ولا انت ظلمة؟ انت عايز تكون ايه؟ وانت عايزة تكوني ايه؟ عايز تكون نور؟ هتبقى ابن لله وتبقى بنت ربنا، وفوق في السماء دول ولاد النور اللي هيضيئوا فوق في السماء كالكواكب، تبقى فوق. اما الظلمة بعد عنكم فهي خارجية، خارجية يعني بعيد عن ربنا، بعيد عن ربنا، بلهاش نصيب مع ربنا الظلمة، لأن الله نور وليس فيه ظلمة. إيه؟ ظلمة البتة، البغضة والكراهية طول النهار، دي داء العصر الحالي. الناس بتحبش بعضها، تلاقي أخوات بيكلموا على بعض، أباء وأبناء بيكلموا على بعض، أصدقاء بيكلموا على بعض من وراء بعض. فين اللي بيحب وفين اللي يضحي زي داود ويونسان؟ وفين اللي يكون أمين للنهاية؟ فيقول لنا إيه عن أعمال الظلمة؟ أما من يبغض أخاه فهو في الظلمة. افحص قلبك، لو لقيت ظلمة في قلبك قول يا رب نور قلبي، اديني يا رب نور، أحب الناس، ليه فيا كراهية؟ فيقول أما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي. مش عارف أنه بيقبط وبيكسر وبيخبط في نفسه قبل غيره. تخيلوا معايا واحد بيكره، تقول بتكره كم واحد؟ فلان وفلان وفلان وفلان، أصل ده عمل وده سوى وده خلى وده في الموقف الفلاني وده سنة كذا عمل كذا وده مش عارف عمل إيه. تقول يا حرام عليك، كل دول بتكرههم؟ ده أنت بتتعذب بقى، لأنه لما بيكرههم هم عايشين جواه متضايق منهم ومتغاظ منهم، وكل ما تيجي أفكار يتغاظ ويتضايق، يتغاظ ويتضايق، عايش في كآبة، محبوس في وسط الإيه؟ في وسط الكراهية بتاعته، قلبه معصور وحاسس إنه إيه؟ إنه تعبان. عشان كده اللي بيكره ده عايش في الظلمة. أما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، في الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. مش عارف أنه هيفضل كده في الظلمة لما يموت وهو في الظلمة. في ناس حتى على فراش الموت لغاية آخر فراش الموت تلاقوه عمال بيسب ويلعن على اللي عملوا فيه واللي سووا فيه، تقول التوبة وبتاع، دماغ ما فيهوشي، مش في موت توبة خلاص. بعد عنكم من كتر الشر، الشر ملكه وأيده. عشان كده الشاطر ياخد باله ان اعمال الظلمة دي قيود بتأيد الانسان وبتبقى تعباه ومش عارف يتحرر منها، مش بالسهولة. اللي حررني من قيود الظلمة دي المسيح لما جيله. بس فاكر في مرة مرات رحت أزور في الرعاية المركزة، اتنين قاعدين جنب بعض، الاتنين يعني داخلين على غيبوبة، واحد بيسف لهم بيقول لهم أنا عايز أكل مش عارف إيه وأكل إيه والعصاية بتاعتي سرقتوها، عمال يخطرف ويسب ويشتم ويلعن، والتانية بتفتكر كالسيدة بتفتكر قطع من الصلاة، كل ما تخطرف تخطرف قطع من الصلاة وتقول كلام حلو. أصل فضلة الظلمة جواه لما بقاش غير في ظلمة في آخر حياته، نفسه يتوب ونقول له توب، بس مش هنا خالص، خلاص بقى ما بقاش هنا، مغموس في الشر، ما بقى مغموس في الشر. بعد عنكم الأساوة دخلت والقيود ما أيداه. عشان كده خلي بالكم إن إنسان بدري ما يسمحش للقيود، لأن القيود الظلمة دي بتأيد أكتر وأكتر 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 كل شوية. أوعى تتعمق جوه في الشر، أحسن الشر والظلمة تحبسك وتبقى ما انتش قادر تتحرك، تبقاش تتقادر إيه تتحرك. فعشان كده ربنا يدينا ان احنا ننفد من الظلمة، ظلمة هذا العالم، في ظلمة في العالم وفي نور حقيقي في العالم. الذي يمشي في الظلام لا يعلم الى اين هو يسير، بقى عيني بصرته مش مظبوطة ومش فاهم ان هو ايه، ان هو ماشي ناحية نهايته وناحية شر جاي وراه شر. تلاقوا الناس اللي مش شايلين كرامتهم وماشيين بيها طول النهار دول يا عيني
عمال بيلطش بيلطش يلطش في الناس والناس تلطش فيه، زي ما تقال على إسماعيل في الكتاب المقدس، يده على كل إنسان ويد كل إنسان إيه عليه، ما بيتمتعش حتى لو عنده إيه، مش بيتمتع. التمتع جوه القلب لما المسيح يديني نور كده ويديني أفكار نورانية وحواس مضيئة لأني متمتع، حتى لو عندي لقمة يابسة يبقى في إيه؟ في قصادها سلامة وفرح. يريد كلنا نمسك في النور الحقيقي المسيح. كلنا خدنا المعمودية وخدنا الإمكانية الحلوة ديت، لكن ما تكفيش إن أنا تعمدت وخلاص. الروح القدس أيضا ينير ظلمتي لما صلي، لأن ده يرمز له بالزيت اللي اللي بينور المصباح. زمان كانوا ينوروا بالزيت، يحط زيوت وفتيلة، والفتيلة طالما في زيت الفتيلة مولعة ومنورة. لو الروح القدس جواك كل شوية تقول لي طب أنا ناشف ناشف، أقول لك امتلئ امتلئ من الروح القدس. امتلئ إزاي؟ بسرعة بسرعة من دلوقتي تعال للمسيح، امسك في الصلاة، امسك في كتاب، امسك في ان انت عايز تنفذ وصية ربنا. ارفض الشر، ارفض الكراهية اللي جواك، قول له لا يا رب مش عايز استسلم لها. ارفض الكبرياء اللي جواك، ارفض الشهوانية والحاجات الوحشة اللي خليك تطمع في غيرك وتشتهي اللي عند غيرك. اشكر ربنا على الحال اللي انت فيه، عيش في رضا وقول له يا رب اسندني، يا ربي قرب من النور عشان تبقى ابن النور. زي العذراء من النور ما بقت ايه، السلام لك العذراء التي ولدت لنا النور الايه، النور الحقيقي، وجت في الزيتون هنا نورت هذا المكان بنور جميل جدا لانها ام النور. احنا كمان نبقى اولاد الايه، النور. سيروا في النور ما دام لكم النور لالا يدرككم الظلام. يعني يدرككم؟ يجي وقت تظلم. لو انت دلوقتي بيتعرض عليك النور وبتهرب منه، خلي بالك هيجي وقت تظلم معاك ومش هتقدر تطلع من الظلمة ديت. ربنا ينجينا كلنا من هذا الظلام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين. تيرين انتفنو تيسيت سوسي انو سنيفن اس اي ار اي نتنيد خم بخريستوس